وردا على الفيديو الذي تم تناوله عبر صفحات الفيسبوك بخصوص قيام رجل بإنقاذ طفل صغير كان على مستوى شاطئ صابلات، وهذا يوم 24 جويلية 2022 في حدود الساعة 7:10 تم الاتصال برئيس مركز الحراسة شاطئ صابلات ليتنقل فورا إلى الشاطئ للقيام بعملية الإسعافات الأولية، في حين كان الرجل الذي قدم الإسعافات الأولية على مستوى شاطئ صابلات للطفل الصغير اللي بلغ 6 سنوات ينحدر من ولاية غليزان، حيث قام الرجل وهو كان تلقى الإسعافات الأولية لدى الحماية المدنية وهو يعمل حارس موسمي لدى الحماية المدنية، كان الإسعافات تاعو أتت بأكلها وكذلك كانت ناجحة نظرا للقيام بالإسعافات الأولية الضرورية بعين المكان، في حين تم طلب النجدة من طرف سيارة الإسعاف انتقلت مباشرة إلى مركز حراسة للقيام بعملية الإسعافات الأولية، وكانت العملية التحويل تاعو ناجحة وقدمت له الإسعافات الضرورية داخل سيارة الإسعاف، في حين بعد أيام سمعنا أن الطفل توفي على مستوى مستشفى، وبهذه المناسبة تعزي الحماية المدنية عائلة الطفل الذي توفي غرقا بشاطئ صابلات، ونحن نوجه نداءنا إلى المواطنين بضرورة عدم السباحة خارج أوقات عمل حراس شواطئ اللي تبدأ من الساعة 9 صباحا إلى غاية 8 ليلا، وكذلك يجب مراقبة الأطفال أثناء السباحة.